لا انا زي ما قلت انا طموح جدا وطماع جدا، فطبعا الحمد لله نجحنا نجاح يعني. انا من وجهة نظري نجاح يعني ما كناش بنحلم بيه في اول دورة، او ده عادة الناس بتقول لك، بس انا طماع، انا بشتغل على نفسي كويس، بشتغل على الافكار اللي بيجيني بيها يعني. استغليت حتة ان انا كاتب سيناريو، لكن كل حاجة بتمشي حاجة ورا حاجة حاجة ورا حاجة، عشان ايه ما تبقاش المسألة ملخبطة يعني، زي البازل كده في السيناريو بنقعد نرتب الحاجات. اعتقد الحمد لله ان ربنا كان موفقني جدا 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 ان انا اوصل بالحكاية كلها اللي احنا شايفينه النهاردة، الحفل الختامي. بص اقول لحضرتك حاجه، وده توفيق من ربنا ان كل الناس دي تيجي. كانت البدايه فنان حسين فهمي، واحنا كمهرجان عشان يبقى في مصداقيه، هو طلبنا ان هو يسجل لنا حاجه ان هو بيدعم المهرجان، وهو مش عارف حاجه، بس كان عنده ثقه الحمد لله في شخصيتي. انا عارف ان انا بعمل كل حاجه بقول هعملها بتوفيق من ربنا، طبعا بتتعمل الحمد لله. فالنجوم انا بقول للناس اللي هم مستكترين ده بالعكس يعني، دي حاجه النجوم اللي كنا متفقين معاهم وكانوا جايين كانوا اكتر من كده، بس الظروف خارجه عن ارادتهم بعد ما قطعنا التذاكر. بتحصل دايما في اي مهرجان في الدنيا يعني، اي نجم بتحصل له ظروف، جاله تصوير فجأة، جاله تعب فجأة، حصل أي حاجة، والناس دي بنبقى احنا متفقين معاها يعني، ما بيهزروش يعني. أوعدك إنه السنين اللي جاية إن شاء الله عدد النجوم هيكون أكتر، الاهتمام هيكون أكتر، عدد النجوم اللي هنجيبهم مش مجرد مخرجين. ولسه كنا بنتكلم مع بعض رجال الأعمال هنا إن المهرجان هيجيب نجوم عالميين من بره. النهارده كنا بنتفق مع بعض الدول إن هم يكونوا عندنا السنه اللي جايه، لان انت عارف الغردقه مليانه يعني، انت مش محتاج تقول لاي حد من اي دوله في العالم انا بدعوك تيجي الغردقه. بالعكس لما اول ما تقول له مهرجان سينما في الغردقه يقول لك انا عايز اجي، وكل اللي موجودين معانا هنا فرحانين جدا ان هم موجودين في مدينه الغردقه. فاحنا مدينه عالميه زي ما بيقولوا على ارض مصر. اولا انا مهرجان القاهره بشكر الفنان حسين فهمي، بشكره جدا يعني من هنا يعني، فين بفضل اشكر الفنان حسين فهمي. الفنان حسين فهمي لما تيجي تتكلم عنه مش محتاج يعني بقى كتب بقى، ونقعد نتكلم في كمراجع ونتكلم في حاجات ونتكلم في حاجات كتير قوي. انا شايف انه البروتوكول اللي هو عاوز يعمله او الاتفاق التعاون اللي عاوز يعمله احنا المستفيدين بيه جدا يعني. هو بيعمله كأب كبير لمولود صغير لسه جايبه، فعاوز يعني يحنوا عليه ويقول له لا هات شبابك من عندنا اللي هم بيشتغلوا يتدربوا في مهرجان القاهره ويشوفوا مستوى الافلام بيتم اختيارها ازاي كذا 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 كذا. انا بشهد بامانه شديده جدا ان انا كنت محظوظ ان معايا فريق عمل فني، مدير فني قوي جدا، محب للسينما، بيشوف افلام، متخصص، عنده اتصالات بناس كتير في دول العالم. فاعتقد الصوره كانت جميله، وصلنا لمستوى افلام، وكان من اهم شروطنا انه الافلام ما تكونش داخله في اي مهرجان تاني او لم يتم عرضها. شباب المهرجان والشباب اللي ما قدرش يشارك معنا في المهرجان مدعوهم انه يعملوا افلام قويه، لانه النهارده السينما القويه هي اللي بتستمر، وهي اللي بيبقى عارف ان في تعثرات ماديه، وعارف ان في مشاكل في الانتاج في بعض الشركات وبعض الحاجات كلها، لكن اللي عاوز يعمل حاجه هيعملها. المهم هو الفكر، وده بقوله للطلبه عندي، بقول له المهم هو الفكر ان انت توصل بفكرك ازاي للقضيه الاساسيه اللي انت عاوزها. شكرا لك استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا، مبروك.